الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا مولانا كما انت اهله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده ايمان واذعان واقرار، شهاده ترجي من قامها من عذاب النار. ونصلي ونسلم على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها المؤمنون، ان خير وصيه نتواصى بها في جمعنا هذا ما اوصانا الله به وما اوصى الله به عباده الصالحين في محكم تنزيله، حيث قال: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، فاسال الله العلي العظيم لي ولكم ان يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وان الله امركم ايها المؤمنون بامر في القران، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين. ايها المؤمنون، من الاوامر الربانيه التي امرنا الله بها، ومن التكليفات الشرعيه التي كلفنا الله بها في القران، والله لا يكلف الا بخير، كلفنا بان نتذكر نعمه علينا ونتذكر آلاءه علينا، خاصه اذا كانت هذه النعم لا تتعلق بفرد واحد، وانما تتعلق بامه باسرها، تتعلق بدوله بكمالها، فعندها تكون النعمه اعظم، ويكون العطاء اكرم، ويكون الواجب بتذكر هذه النعم وشكرها واجبا عظيما لا يجوز التخلف عنه. الله في القران حدثنا عن موسى مع قومه، حدثنا الله عن سيدنا موسى مع قومه بني اسرائيل، عندما ارسل الله موسى الى بني اسرائيل جاء في بعض السياقات القرانيه، والله يحدثنا عن قصص موسى مع قومه. قال الله عز وجل: ولقد ارسلنا موسى الى قومه ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. ان اخرج قومك يا موسى، هذه الرساله، ان النبي او الرسول يخرج قومه من ظلمات الكفر والشرك والانحراف عن الحق الى نور الاسلام والتوحيد والطاعه لله عز وجل. هذه في الحقيقه ليست رساله موسى وحده، بل هي رساله الانبياء جميعا، رساله محمد خاتم الانبياء والمرسلين، رساله جميع الانبياء والمرسلين، ان الله ارسلهم ليخرجوا البشريه من ظلمات الجهل الى نور الاسلام. ولقد ارسلنا موسى ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. ذكر قومك يا موسى بايام الله، بنعم الله عليهم. الم يكونوا مستضعفين مستعبدين؟ الم يكونوا محتلين؟ الم يكونوا مغلوبين؟ الم يكونوا مستذلين لفرعون يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم؟ نعم، ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا، فرق اهلها، فرق بين اهل البلد الواحد والوطن الواحد والامه الواحده، جعلهم شيعا يتناحرون ويختلفون ويقتتلون ويسفكون دماء بعضهم بعضا، جعلهم شيعا يستضعف ابناءهم يذبح طائفه منهم. نعم، هكذا قال الله عن بني اسرائيل. لذلك لما انجى الله بني اسرائيل جعل واجبا خالدا عليهم بلغه لهم موسى، وهو ان يتذكروا نعم الله والاء الله عليهم. وهذا التذكير طالب به ربنا سبحانه وتعالى صحابه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكروا اذ كنتم قليلا مستضعفون في الارض، واذكروا اذ كنتم قليلا مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. ايها الصحابه، يا صحابه
تهيأ لكم يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدا آمنا، وهيأ القلوب لتسعكم قبل أن يواجه البلاد، وأنعم عليكم بالنعم العظيمة، فأواكم وأيدكم بنصره فانتصرتم على قريش أقوى قوة في شبه الجزيرة العربية، وتحولت إليكم إلى أيديكم أموالهم وصارت غنيمة عندكم، فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن عندما ينعم الله على أمة فينبغي لها أن تتذكر نعم الله. الجزائر أيها المؤمنون بلاد كانت كذلك منذ سنة 1830، والجزائر بعد أن وضعت أقدام النصارى الفرنسيين أرض الإسلام في الجزائر، والجزائر مضطهدة منذ أن وقعت معاهدة الاستسلام في 5 جويلية 1800، والجزائر تعيش فيها فرنسا فسادا تأخذ ثرواتها وخيراتها، تفرق شعبها، تهدم عناصر الشخصية الوطنية في الجزائر، حاربت الإسلام، حاربت العلوم الإسلامية، أغلقت سوايا كثير كتب، وحولت مساجد كثيرة إلى استبلات، وحاربت العلماء وعلمت لهم المشارق وفتحت لهم أبواب السجون. فرنسا عندما دخلت الجزائر فعلت في الجزائر ما فعلت، اضطهدت، قتلت، سفكت، شردت، اغتصبت، سرقت، بدلت الأموال والمقدمات، فعلت ما فعلت، حاولت أن تمحو الشخصية الجزائرية التي تقوم على مقومات الإسلام واللغة العربية والأخلاق والمبادئ الإسلامية ووحدة الشعب، هذه الوحدة التي يستمدها من روح الإسلام. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فرنسا منذ دخلت سنة 1830 وهي تعيد في الأرض فسادا. يقول أحد المؤرخين الأوروبيين، يقول: كان من العسير عليك أن تتطوف في شوارع الجزائر لتجد جزائريا لا يحسن القراءة والكتابة. كان من الصعب عليكم أيها الأوروبيون إذا ذهبتم إلى الجزائر لتبحثوا عن رجل واحد أمي قبل أن تطأ أقدام فرنسا الجزائر، ستتعب نفسك ولن تجد، لأن التعليم والثقافة الإسلامية في الجزائر كانت متشددة، العلماء كثيرون والكتب كثيرة والثقافة منتشرة والإسلام متراوع وشعائر الإسلام ترفع فوق المآمن. ومن دخلت فرنسا التي كانت تريد أن تقدم السم في السمن إلى الجزائريين، جئتكم محررة ومثقفة ومعلمة ومقدمة، ما إن وطرت أرض الجزائر حتى عادت فسادا، قسمت البلاد وشتتت وشردت وقتلت ودمرت وأفسدت وأحرقت وأبادت الجزائر. فلما خرجت أحرقت كل مقومات الثقافة في الجزائر، حاربت الجزائريين في ثقافته، في دينه، في لغته، ثم ما إن غادرت مغلوبة ذليلة حتى زرعت واستبقت الخون من أبنائها ينهبون ثورات البلاد، خروات البلاد، ويخبطون في الجزائر كل إقلاعة اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك. فالمستعمر كالشيطان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي بالتحريش بينكم، فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من تحريش الاستعمار أو من تحريش الاستثمار أو من تحريش الشيطان بيننا، يحرش ويفرق ويغذي الفتن حتى يجعل الأمة ضعيفة، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المؤمنون، شعبنا المسلم رفع راية الجهاد، لم يخضع ولم يستكن ولم يستسلم للنصارى وللمستكبر الفرنسي، فمنذ أن وطئت قدماه أرض الجزائر إلا وتعالت راية الإسلام وراية الجزائر وصيحات الله أكبر في كل ركن من الجزائر. نعم كانت المقاومة
المكان ولم تتفق في الزمان ولم تتفق على الأهداف، لكن الذي كان يغذي جميعها هو روح الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمك أو هل تعلم ما هو روح الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لذلك قام أحمد باي بمقاومة في الشرق، قام الأمير عبد القادر بمقاومة في الغرب، قام أبو عمان وقام أبو بكر وقام في بلاد القبائل بين فاطمة السمر والنعم، وقام في أقصى جنوب التوارق، وقام في الزعاشة في شمال الصحراء في بسكرة وتخوميا، حتى وصلت المقاومة الشعبية هنا إلى الواحات في وادي ميزاق وفي تبرد. وكانت المقاومة كلها تستمد من الإسلام روحا ومن الوحدة إعانة لها، ولأنها كانت متفرقة في الزمان والمكان لم تنجح أو لم توفق في طرد المستعمر، واكتفت فقط بشرف الشهادة في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، فهم بإذن الله فرحون بجهادهم وفرحون أيضا بمن سار على خطاهم بعدهم من الذين فجروا ثورة نوفمبر الخالدة. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي حول خوفنا أمنا، وحول فرقتنا وشتاتنا وحدة، وحول ذلتنا عزة، وحولنا من استدمار واستعمار إلى استقلال وحرية. هذا كله بفضل الله، هذا كله بفضل الله. ولذلك وذكرهم بأيام الله، ينبغي المسلم أن يتذكر نعم الله عليه. لولا الله ما اهتدينا، ولولا الله ما عشنا في حرية واستقلال نعبد الله عز وجل بحرية كاملة، نسمع الأذان وتبنى بيوت الله عز وجل وتعمر أناء الليل وأناء النهار، ونقرأ القرآن ونعلمه لأبنائنا. هذا كله من فضل الله ومن نصر الله، لكنه كان وخطته أنامل رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هؤلاء الرجال هم جيل نوفمبر الذي يصادف اليوم ذكراه، ذكرى أول نوفمبر عندما اتفق والتقى شباب الجزائر المسلم، شباب الجزائر المعتز بعروبة وإسلامة وطنية، واتفقوا على أن يفجروا ثورة يتأسوا فيها بالرعيل الأول رعيل محمد صلى الله عليه وسلم. كان الإسلام روحنا ونيل الشهادة أقصى أمانيهم، وكانت كلمات الله أكبر الله أكبر التي تصدح بها حناجر الجزائريين في كل مكان في شرق الجزائر وغربها وشمالها وجنوبها، كانت هي المغناطيس الذي شد الثورة إلى شعبها. فاحتضن الشعب الثورة، واحتضن الشعب هؤلاء القادة، هؤلاء المجاهدين الذين فجروا ثورة نوفمبر، واختلطت الثورة بشعبنا الجزائري بلحمه ودمه، فصارت الثورة في كل مكان، والثورة في كل شبر من الجزائر. فعلم المستعمر بعد نحو 7 سنوات ونصف من الثورة الشاملة المباركة أن لا مكان له في الجزائر، وأن لا بقاء له في الجزائر، فاضطر أن يخرج في سنة 62 منهزما بفعل ثورة مباركة كانت بدايتها في مثل هذا اليوم، ثورة استمدت من تاريخ الإسلام. أنه لا بد للشعب إن أراد النصر أن يتحد ولا تفرق ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. استمد الشعب الجزائري أن مقاومة هنا ومقاومة هنا ومقاومة هنا تختلف في الزمان والمكان لا يمكنها أن توجع المستعمر، فاتفقوا على أن يتحد.
فكانت صيحاتهم الله أكبر تقوي فيهم الإيمان والإقدام والاستبسال واليقين بما عند الله عز وجل والفوز بالشهادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هؤلاء المجاهدون الخلص الذين قضوا نحوهم من أجل أن تحيا الجزائر مسلمة عربية، هؤلاء وعدهم الله عز وجل ب100 درجة في الجنة، ما بين لدرجة كما بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وهو تحت عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إذا المطلوب منا أن نتذكر نعمة الله علينا بأن وفق أمتنا ووفق شعبنا ووفق هذه البلاد لطرد المستعمر النصراني شر طرده، ولا يكون التذكر إلا بشكر الله عز وجل، والله عز وجل يجازي الشاكرين. ومن شكر الله على هذه النعمة أن نحفظ البلاد، نحفظ هذه البلاد التي مات من أجلها الشهداء ومات وضحى من أجلها المجاهدون، أن نحفظها بأن نبقى على كلمة واحدة، وأن يبقى حب الوطن الذي نستمد من إيماننا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتأثر بما يريد أعداء الوطن من الخارج أو الداخل نشره بين الجزائريين، نشر الفرقة ونشر العصبيات وجر المجتمع الجزائري إلى فتنة لا ندري نهايتها. الحفاظ على الوحدة والحفاظ على التماسك وعلى حب هذا الوطن وعلى صونه وعلى التضحية من أجل أن تظل الجزائر إن شاء الله واقفة وآمنة وعيشها رغي بإذن الله تعالى يكون باتفاق الجميع، وبنبذ الخلافات ونبذ العصبيات والالتقاء على كلمة سواء، الالتقاء على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والالتقاء على مبادئ الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى وحدة هذا الوطن وعلى تثمين جهود المجاهدين والشهداء. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الجزائر وأن يحفظ سائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل بلادنا الجزائر بلاد أمن وأمان وبلاد سلم وإسلام، واجعلها بلاد رخاء وخير يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من كل جهة. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم وحدنا على كلمة الحق، وانصرنا على من ظلمنا وعادانا يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاشغله في باله. اللهم اجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحورهم يا رب العالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين منتصرين آمنين فرحين مستبشرين يا رب العالمين. وآخر